في المدارس الحكومية يا من قصة تمرت في تعلق يخرج أحيانا أحد الطلاب الصغار ويلقي كلمة الصباح في الطوابير. في الصباح يخرج طالب من الطلاب ويتكلم بكلمة أحيانا أمام الفصول أمام الأساتذة. كلمة الصباح اسمها. Yeah. تمرت في توس تمارت نفس عاداتك اللي ما ربت تمرت في توس عندنا نزيد تنستو مالنا. طاطا تيمي بارو ذكرتين وعندما أبارش نكرتين قمو كتمارش مكاكل ينقر يحفظوا تمارت. نعم. فهذا الطالب في المدرسة طلب منه في اليوم الثاني أن يقول كلمة الصباح. إني وتماري دمو بمكتلو جن ممرو كسوف اللجبت. كتبات من النجار والنجار دي النجار. كتب الكلمة في الليل. بليلت يا تشين صفات متمار. ثم الصباح. كذا ولا طاط. الفصول. كفلوتش يتمت بيت كفلوتش. يعني صفوف الفصول كلها في الساحة. الأولاد في الساحة ساحة المدرسة مترصين والمدرسين الأساتذة تماريتنا ممروج كله البزار والإدارة أستراداري أمان والمدير مديره أستراداري والوكيل وكيل المدير يا مديره وكيل مال خارج هذا الصغير إيه سؤال جلي تيجي تنسى وقف قوم كذب مكان يقول وقفت أمام هؤلاء وأخرجت الورقة كذا ورقة منا ورقتنا وطا يقول عندما أخرجت الورقة ورقتني أوطاه كذي؟ لا أرى شيئا. من منكر يا يونا قريب. ورقة سوداء يقول. تقول ورقة هنا بك. مية يونا قريب تقول. أرتجف. تنكتك كذا. الدموع تنزل. أنا ما مفسسة. ما استطعت أن أتكلم. من ناقر أتكلم. فقلت. فقلت ألقيت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القدس طبعا هو ما قال هكذا قال الحمد لله رب هكذا بالخوف تنكتكتوا الحمد لله رب العالمين ملون فرتوا له الكل يضحك كلهم ساكت بس يقول حتى المدير الأساتذة الأولاد الطلاب الكل يضحك بمولوا أسراريهم ممرانوهم ساكت بس حتى يقول عندنا مدرس سمين عند مدرس نبر بتاعهم وفرامي هنا وضع الغترة على فيه حتى يضحك غوتر عميلو تيجي تمتامونه وتمتامون عن وراء بتام ساك إيه ساكة عفوا لا يضرب وتمتامون لكن بطنه يقول كانت تضحك بطنه نقدم هوجو ما بري سكن البر ضحك بتام ساكة كل ما يدخل يقول عندما دخلنا إلى الفصل كل ما يدخل مدرس يضحك والطلاب يضحك وضاع هذا اليوم الدراسي وده كفر سيجاوم يزانك ساك بساك هنا كل ممران وده تمرتي سيجابا حتى دخل مدرس الشريعة الإسلامية يسلموا الشريعة مدرس يونسو قبا فضحك الطلاب على العادة تماري ساكو قال لماذا تضحكوا لم تنم تسكوا تاب قال هذا الطالب ايه تماري لا يعرف يتكلم من من ناقر ارشالة قال هذا الطالب أحسن طالب في المدرسة مياسو من على يشريع ممهر مالتنا كتماري وتفلو بتام ملكا ميونو تماري هين ولو مسكر خطب بأول سورة الفاتحة خطبة يدرقوا بسورة الفاتحة نوال وبإذن الله غدا يخطب أمام الطلاب نجاك أنا جوريا بعلا فكر كتماريج مكاكل خطبة يا درجال إن شاء الله هذا الطالب الصغير إيه تنشو أصبح الآن دكتور يخرج في القنوات يتكلم يخطب يحاضر بعون صاد دكتور هو ال مثل أي تشانلو تقوله خطبة يا درجال دعوة يا درجال ليه ليش ما رأي يقول سخر الله سبحانه وتعالى لي هذا الشيخ الله سبحانه وتعالى سخر له هذا الأستاذ الذي علمه وقال أنت بطل إيه ممهر مالتنا إيه ليش بتام قومزنا بلو بما استمروا إيه ليش يزيد تلك درجة ليدرس تجوال يقول لا أدعو لنفسي إلا أدعو لهذا الأستاذ لما نم دعاء لا درجم لذي أستاذ جيالة لا عليك يضحك ولا عليك إيش الناس تضحك لا عليك وهذا قام الآن يضحكوا سويت بيسكو لا عليك بانت لا يبني. أنت قمت لرضا الله لا عليك بأحد لا هيتكلم إذا قام الإنسان قام عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر قريش نعم سوى بميكم بيت كزي نبي صلى الله عليه وسلم قم يا معشر القريش نبرا أخذوا يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له تبا لك ألي هذا جمعتنا
በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይስቁ ነበር እንዴ? النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بأحد في دين الله. نبي صلى الله عليه وسلم بدينه لا منتم يا لا بيل من ما يمسلاتهم. فعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون. قالوا عنه مجنون كذاب. نبي صلى الله عليه وسلم من بلواتوال كذاب وشيطان بلواتوال ابد بلواتوال. قن إيه كم من نجارك وترتم. لكن نجارجن. النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يطرأوا له على بال يعني لا يبالي بأحد في دين الله النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي صلى الله عليه وسلم دين قل من النقر القطر من نفسه كمن ما القطر فلا بد أن يكون هذا حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده يا نبي صلى الله عليه وسلم تكتئ يهون كله كساتو ولا يساتون حالنا بهاري ليزي كبال